أهلا أهلا بالأصدقاء، هي أنا سعيد جدا بالرسائل بتاعتكم ومشاركتكم معايا على الفيسبوك والبروفايل ومشاركتكم معايا بالإيميلز، وبأسف دايما أني مش هقدر أرد على كل الرسائل اللي بتيجي منكم، ولكن اسمحوا لي أني أبدأ بأن أرد على الزميل محمد عادل حسن اللي سألني الحقيقة على كتب معمارية، وأنا طبعا أصلا كنت معماري فبهتم بالكتب المعمارية بصورة خاصة. كتاب محمد عوض عن العمارة الإيطالية في اسكندرية موجود فعلا في كتاب مكتبة اسكندرية، وممكن تلاقيه موجود هناك. كتاب راسم بدران أظن هتلاقيه في مكتبات أخرى، وفي كتب معمارية تانية موجودة في مكتبة اسكندرية ومنفذ المبيعات بتاعتها. وعلى فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة كويسة، النهاردة بنفتح مكتبة ديوان في مكتبة اسكندرية في البلازا جنب الكافيتريات الجديدة، في مكتبة ديوان موجودة وهتجدوا كتب كتير قيمة جدا هناك كذلك. فأهلا بيكم جميعا تزورونا وتشوفوا الكتب اللي موجودة هناك. إيفان قرشة بعت لي وأنا هرد عليه بالإنجليزي لأنه من الواضح أنه هو بيكلم بلغة غير العربية. إيفان كورشا، thank you for asking about UN and UNDP and I wish you great luck on your master's thesis at Liverpool Hope University concerning gender direction. And I take it you are a Jordanian. But in terms of meeting me when you come to Alexandria in early May, in early April, it may not be possible, but we'll never know. So I ask that you call one of my colleagues in my office, Shadi Arafa, and he'll see if it's possible. أخيرا أخ ياسر رجب الحقيقة بيسأل على إن حلقات صالون القاهرة تكون موجودة على سي دي في البوك شوب. أنا سعيد أن أسمع هذا الكلام لأن فعلا أنا على اتصال مع اتحاد التلفزيون في مصر عشان نعمل بالظبط كده، نطلع صالون القاهرة على دي في ديز ويتعرض في منافذ البيع للي عايز يشوف برنامج معين في فرة أخرى. مرحبا بكم جميعا وشكرا لكم لاهتمامكم بمكتبة اسكندرية، ويا ريت تيجوا تشوفوا في المكتبة دلوقتي حصل انفجار من الفنون. فتحنا 7 متاحف ومعارض دائمة لأكبر فنانين مصر موجودين في مكتبة اسكندرية النهاردة. نرحب بكم، تعالوا لنا في أي وقت. شكرا لكم جميعا على اهتمامكم بهذه المجموعة في الفيسبوك.